بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سنتطرق بإذن الله إلى مراكز المثلث ونحاول إثبات وجودها. المبرهنة الأولى: ليكن ABC مثلثا، محاور أضلاع هذا المثلث تتلاقى في نقطة واحدة O، هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث. المحور هو المستقيم العمودي على القطعة في منتصفها. الدائرة المحيطة هي الدائرة التي تمر برؤوس المثلث. نثبت الشطر الأول من المبرهنة، أي نثبت تلاقي المحاور. نأخذ محور القطعة BC مع محور القطعة AB، ونسمي نقطة التلاقي هي O. نحاول أن نثبت، كي نثبت تلاقي المحاور الثلاثة يكفينا أن نثبت أن OMB هو محور للقطعة AC. نحاول أن نثبت هذه. لدينا OMA، هذا محور للقطعة BC. مادام محور، أي نقطة من المحور تكون متساوية المسافة بين هذه النقطة وطرفي القطعة متساوية، يعني O نقطة من المحور، عندنا O نقطة من OMA اللي هو محور BC، وعليه OB يساوي OC. أيضا OMC محور لAB، وعليه OB تساوي OA. واش نتج عندنا؟ نتج أنه OA يساوي OB يساوي OC. وحنا خصنا نبينه أنه OMB محور AC، يعني نبينه باللي O راهي نقطة من محور AC. من المساواة هذه OA يساوي OC، نستنتج أن O نقطة من محور AC. مادام O نقطة من محور AC، وO نقطة من محور AB، وO نقطة من محور BC، نستنتج أن المحاور الثلاثة تلتقي في النقطة هذه اللي سميناها O. وعندنا هذه المساواة OA تساوي OB تساوي OC، هذه تعطينا أن O مركز الدائرة اللي تمر ب A و B و C، نرمزو لها ABC بين قوسين، يعني O هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. هذا بالنسبة للمبرهنة الأولى. قبل ما ننتقلوا لملتقى الارتفاعات نديروا تمهيد. تمهيدية: ABC مثلث، A فتحة B فتحة C فتحة نقط من أضلاعه BC CA AB على الترتيب، حيث AB يوازي A فتحة B فتحة، BC يوازي B فتحة C فتحة، CA يوازي C فتحة A فتحة. إذا كان تحقوا هذه الشروط، A فتحة B فتحة C فتحة راح تكون هي منتصفات أضلاع المثلث ABC. الإثبات: نأخذ مثلث ABC ونهزو منه نقط A فتحة B فتحة C فتحة، تحقق الشروط السابقة تاع التوازي، نحاول نثبت أن هذه النقط هي منتصفات الأضلاع ABC. مثلا نحاول نبينوا أن النقطة C فتحة هي منتصف للقطعة AB. عندنا A فتحة B فتحة يوازي AB، و هذه معناها هذه تكافئ أنه A فتحة B فتحة يوازي B C فتحة. علاش؟ لأنه C فتحة نقطة من AB، هذه الأولى. الثانية: عندنا B فتحة C فتحة يوازي BC، هذه تكافئ أنه B فتحة C فتحة يوازي BA فتحة، لأنه A فتحة نقطة من BC. من هذه العلاقة الأولى والثانية نستنتج أن BA فتحة B فتحة C فتحة متوازي
أضلاع. مادام متوازي أضلاع هذا يستلزم أن أفتحة بفتحة يساوي بسفتحة. نعود نفس العملية لكن هذه المرة نهزو الرباعي أ سفتحة أفتحة بفتحة بنفس الطريقة. راح نلقاوه أنه متوازي أضلاع. مادام هو متوازي أضلاع راح ينتج أنه أفتحة راح ينتج لنا أنه رباعي أ بفتحة أفتحة سفتحة أيضا متوازي أضلاع. هذا يستلزم أن أفتحة بفتحة تساوي أ سفتحة. من هذه وهذه نستنتج أنه أ سفتحة يساوي سفتحة ب، أي سفتحة منتصف منتصف القطعة AB. نكرر نفس البرهان بالنسبة لأفتحة وبفتحة نستنتج بلي منتصفات. المبرهنة الثانية ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة H تسمى ملتقى الارتفاعات. الإثبات تاع هذا المبرهن نأخذ مثلث ABC. من كل ارتفاع مثلا نهزو الارتفاع نهزو AD ارتفاع متعلق بالضلع BC. من هذا الارتفاع نديرو عمودي، يعني نديرو مستقيم عمودي على الارتفاع. كيف من باقي الارتفاعات نديرو مستقيمات تمر بالرأس ومتعامدة على هذا الارتفاع. يعني هنا نديرو ارتفاع ثاني عمودي على الارتفاع، هنا أيضا هذا ارتفاع نديرو عمودي عليه، نسميه نقطة تقاطع مثلا. هذه نسموها زد، هذه اسمها X، Y. عندنا X، Y، عفوا Y، Z عمودي على AD و BC عمودي على AD لأنه ارتفاع. عندي مستقيمين عموديين على نفس المستقيم، نستنتج أنه BC يوازي YZ. بالمثل يعني نعود نفس الحاجة بالنسبة للرؤوس الأخرى، نلقاو أنه AB يوازي XY وCA يوازي ZX. عندي هادو ثلاثة. نستعملو التمهيدية اللي شفناها قبيلة. عندي مثلث X Y Z A B A B C نقط من الأضلاع تاعو تحقق A B يوازي X Y A C يوازي Z X و B C يوازي Z Y. نستعملو التمهيدية تاع قبيلة نستنتجو أنو A B C هي منتصفات أضلاع المثلث X Y Z، يعني A هي منتصف Y Z. أنا الرسم غير دقيق. مادام منتصفات وعمودية معناه إنه AD محور القطعة Y Z، يعني الارتفاع تاع المثلث ABC رجعت هي محاور في المثلث X Y Z. وإحنا شفنا إنه المحاور تتلاقى في نقطة واحدة، إذا محاور المثلث X Y Z تتلاقى في نقطة واحدة، لكن المحاور تاع هذا المثلث هي نفسها ارتفاعات المثلث ABC. من هذا نستنتج أن الارتفاعات تتلاقى في نقطة واحدة نسميها H. ننتقل إلى ملتقى منصفات الزوايا. نشوف مبرهنة لتكون الزاوية BAC وهذه نقطة من المستوي بفتحة وسفتحة مساقط دي على المستقيمين BA وCA على الترتيب. AD منصف للزاوية BAC يكافئ أنه بفتحة دي يساوي سفتحة دي، معناه عندي الزاوية BAC ودي نقطة، نديرو المساقط تاع النقطة دي على AB اسمها بفتحة وعلى AC نسموها سفتحة. إذا كان النقطة دي متساوية البعد على المستقيمين AB
وآسي في المستقيم آدي راه منصف للزاوية بآسي، وإذا كان بالعكس المستقيم آدي منصف للزاوية بآسي فإن دي متساوية البعد عن طرفي الزاوية، يعني عن المستقيمين اللي يشكلوا الزاوية هذه. الإثبات، أول حاجة نفرضوا أنه آدي عندي تكافؤ، لازم نبرهن، باش نبرهنوا التكافؤ لازم نبرهنوا الجهتين، نطلقوا من أنه آدي منصف ومبينه تساوي ونطلقوا من بعد بالعكس. نفرضوا أولا آدي منصف للزاوية، بما أنه آدي منصف للزاوية لدينا DAC اللي هي DAC فتحة تساوي الزاوية بفتحة آدي، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية عندنا المثلثان ACD و AC فتحة D و AB فتحة D مثلثان قائمان، مثلثان قائمان وعندهم زاوية مشتركة، يعني نفس قيس الزاوية هذه. نستنتج أن المثلثان متقايسين، أو ضلع وزائد عندهم ضلع مشترك، الوتر مشترك، آدي ضلع مشترك. من الشروط هذه في ثلاثة نستنتج أن المثلث ACD يقايس ACD يقايس A عفوا AC فتحة D يقايس AB فتحة D. مادام تقايسين عندي هذا الضلع، هذا الطول يساوي هذا الطول، يعني B فتحة D يساوي C فتحة D. هكذا ثبتنا الاتجاه الأول. الآن نثبت الاتجاه الثاني. باش نثبت الاتجاه الثاني نفرض أنه B فتحة D يساوي C فتحة D، ونحاول الوصول إلى أن آدي منصف. نعود الرسم والشكل، نحاول نثبت أنه آدي منصف للزاوية BAC. عندنا المثلث AC فتحة D قائم في C فتحة، وعندنا المثلث AB فتحة D قائم في B فتحة، عندنا طول دي سي فتحة يساوي دي بي فتحة، و آدي ضلع مشترك بين المثلثين. بهذه الشروط الثلاثة نستنتج أن المثلث آ سي فتحة دي يقايس المثلث آ بي فتحة دي. مادام تقايسين يعطينا أن الزاوية بفتحة AD، هذه الزاوية بفتحة AD تقايس C فتحة AD، هذا يكافئ بفتحة AD هي نفسها بAD يساوي CAD. طبعا تساوي تاع بفتحة AD تساوي BAD إذا كانت D في نفس جهة AB، في نفس الجهة مع BC، يعني D ما تكونش في هذه الجهة. إذا كانت في هذه الجهة نمد المستقيمات ونقوم بنفس العمل، نسميه نقاط جذاب ونوصل لنفس النتيجة. مبرهنة لتكون أوميغا دائرة مركزها O و A نقطة منها، في نقطة من المستوي تختلف عن A. في نقطة من المستوي عندنا تكافؤ PA مماس للدائرة أوميغا يكافئ أنه PA عمودي على AO. المماس هو نقول عن المستقيم أنه مماس إذا كان يقطع الدائرة في نقطة واحدة، هو كي يكون عندي دائرة يكون عندي مستقيم. الحالات الممكنة
المستقيم والدائرة لا يتقاطعان، إما يتقاطعوا في نقطة واحدة إما يتقاطعوا في نقطتين. إذا تقاطعوا في نقطة واحدة هذا المستقيم سميوه مماس. عندي التكافؤ، إذا كان PA مماس للدائرة فإن PA عمودي على القطر على AO نصف القطر، وبالعكس إذا كان PA عمودي على AO فإن PA مماس للدائرة أوميجا. الإثبات، لإثبات الاتجاه الأول نفرض أن PA مماس للدائرة ونثبت أن PA عمودي على PO. نبرهن بالخلف، نفرض أن PA لا يعامد PO، معناه أن الزاوية PAO إما لا تساوي 90 درجة، يعني إما أصغر من 90 أو أكبر من 90. الشكل هذا راهي أكبر من 90، إذا كانت أكبر من 90 نأخذ نقطة Q من الجهة الأخرى، يعني من الجهة المقابلة لP بالنسبة إلى A. الزاوية QAO راح تكون زاوية حادة، مادام زاوية حادة توجد نقطة M من المستقيم PQ، بحيث الزاوية OAM تساوي الزاوية AMO، هذا اسمها M، وحقق هذه العلاقة. علاش هذه النقطة موجودة؟ ببساطة نقدروا نرسموا المحور يعني المسقط تاع او على المستقيم PQ والناظر A بالنسبة إلى هذا المحور، راح نلقاو نقطة M تساوي بحيث الزوايا العلاقة تاع الزوايا هذه علاقة محققة. بما أنه عندنا علاقة تاع الزوايا نحولها إلى أطوال، أعطينا OM تساوي OA، معناه نقطة M تنتمي للدائرة أوميجا. هذا تناقض، لماذا تناقض؟ لأنه PA مماس والمماس يقطع الدائرة في نقطة واحدة، عندنا النقطة هي A ونعرفوا باللي M تختلف عن A. إذن زاوية PAO تساوي 90 درجة. لبرهان الاتجاه الثاني نفرض أن PA عمودي على PO ونبين أن PA مماس للدائرة أوميجا. نفس الشيء نبرهن بالخلف، نفرض أن PA ليس مماسا، معناه PA يقطع الدائرة أوميجا في نقطتين، الأولى هي النقطة المعلومة A والنقطة الثانية نسميها نقطة B، A تختلف طبعا عن B. نرسم شكلا مناسبا لهذه الوضعية. نحن لدينا الزاوية PAO تساوي 90 درجة، معناه OAB تساوي 90 درجة، لكن نقطة B تنتمي إلى الدائرة أوميجا، يعني المثلث OAB متساوي الساقين، ومنه زاوية OBA تساوي الزاوية BAO تساوي 90 درجة. في المثلث AOB أصبح لدينا زاوية AOB تساوي 180 ناقص 90 درجة ناقص 90 درجة، يعني تساوي 0 درجة. هذا يستلزم أن النقط OAB استقامية، معناه وهذا بدوره يستلزم أن النقطة A تساوي B. لماذا؟ لأنهما ينتميان للمستقيم OA وفي نفس الوقت المستقيم PA، ومستقيمان يتقاطعان على الأكثر في نقطة، عفوا إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة، وهذا التناقض A يساوي B يعطينا تناقض. لماذا؟ لأنه كان لدينا A يختلف عن B، نستنتج أن PA مماس للدائرة أوميجا. نثبت الآن أن منصفات الزوايا الداخلية لمثلث تتلاقى في نقطة واحدة. وبرهنا منصفات الزوايا الداخلية تتلاقى في نقطة واحدة E هي مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. أولا الزوايا الداخلية يعني الزوايا اللي تكون داخل المثلث، مثل هذه الزاوية، هذه زاوية داخلية، هذه اللي جاورها هذه زاوية خارجية. الدائرة المحاطة نقول عن دائرة أنها محاطة بمثلث إذا كان
الأضلاع تاع هذا المثلث تمس هذه الدائرة، مثلا تكون عندنا دائرة هكذا نرسمو مماسات هذه الدائرة، هذه تسمى دائرة محاطة بهذا المثلث. نبرهنو الشطر الأول باللي المنصفات تتلاقى في نقطة واحدة. أول شيء نرسمو منصفين تاع مثلا الزاوية بي والزاوية سي، نسميو اي نقطة تقاطع تاع المنصفين. الآن نثبت أن منصف الزاوية A يمر من E، يعني نقطة التقاطع راح تكون هي E. باش نثبتوا هذه نعتبروا المساقط تاع E على الأضلاع المثلث. نسميوها هذه النقطة D، هذه النقطة E، وهذه النقطة F. عندنا بي اي منصف، بي اي منصف للزاوية بي. ماذا منصف؟ يستلزم لي انه المسافة تاع اي متساوية من طرفي الزاوية، يعني اي دي يساوي اي اف. حساب المبرهنة اللي شفناها من قبل. عندنا سي اي ايضا منصف، ماذا منصف؟ نفس الشيء، ينتج اي او يساوي اي اف. من المساواة الأولى والثانية نستنتج أن إي إف تساوي إي أو، عفوا هنايا عند سي إي يستلزم إي دي يساوي إي أو، إي دي يساوي إي أو. المساواة الأولى والثانية نستنتج أن إي إف يساوي إي أو. بنفس المبرهنة هذه تعطينا أنه اي راهي نقطة من منصف الزاوية بي آ سي، يعني آ اي راه منصف للزاوية بي آ سي. بهذا نكون قد أثبتنا أن منصفات الزوايا الداخلية تتلاقى في نقطة واحدة. واش لقينا أيضا من هذه المساويات الثلاثة؟ عندنا اي دي تساوي اي او تساوي اي اف. مادام متساويين هذه تعطينا اي هي مركز الدائرة التي تمر بي دي و او و اف. الان نثبت ان هذه الدائرة محاطة بالمثلث ABC، يعني نثبت أن أضلاع المثلث ABC مماسة لهذه الدائرة. ارجعوا للشكل، رسموا دائرة تقريبية. نثبت مثلا أن AB مماس للدائرة، وبنفس الطريقة نكمل مع باقي الأضلاع. AB عمودي على EF. مادام عموديان وشفنا من قبل عندنا يعني AF عمودي على FE، هذا يكافي أن AF مماس للدائرة. AF نفسه هو نفسه AB، يعني AB مماس لهذه الدائرة. بنفس الطريقة نثبت أن BC وAC مماسات لهذه الدائرة. بهذا نكون قد أثبتنا الشطر الثاني من المبرهنة.